فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلا من الجنة، والدرجات العلا من الجنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم يا علي يا أعلى، نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء. ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأصلح أحوالهم، واحقن دماءهم. اللهم لا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك، نسألك النصر لإخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، يا ناصر المستضعفين، ويا جابر كسر المنكسرين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً،
وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفِّق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيِّد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. اللهم وفِّقهما لكل خير، اللهم اجزهما خير الجزاء كفاء ما يقدمون للحرمين الشريفين وقاصديهما ولما يبذلون في أعمال الخير. اللهم اجعله في موازين أعمالهم الصالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وأن توفقنا لكل خير وأن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء وأراد بلادنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. حسبنا الله على من آذانا وآذى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.